من أجل تطوير المهارات العلمية وتفعيل الدور الشبابي في المحافظة، أقامت مديرية الشباب والرياضة في البصرة التجمع الأول لصناعة الطائرات المسيرة والزوارق والسيارات، والتي تحظى بدعم المحافظة ووزارة الشباب والرياضة. ضمن الأنشطة العلمية التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، أقمنا تجمعا لأصحاب المواهب في صناعة الطائرات المسيرة من أبناء محافظة البصرة. في الحقيقة مثل هذه الدورات وهذه التجمعات هي نكتشف من خلالها المواهب العلمية التي تستطيع حقيقة الابتكارات، ونحاول دعمها أيضا من قبل مديرية الشباب ومحافظة البصرة أيضا. وكذلك هناك ورش متعددة أخرى يقيمها منتدى الرعاية العلمية التابع لمديرية الشباب والرياضة. برنامج راح يهدف بأنه كل الشباب، بدينا أول شيء بالمحافظات الوسط هي بابل، بدينا المحافظات الشمالية، من بعدها الموصل، ومن بعدها البصرة، راح تكون هي المركز المحافظات الجنوبية. من خلال كل المحافظة الجنوبية راح تعمل قطارات مسيرة هنا بالتعاون مع الجهات الأمنية. اليوم احنا شبابنا صلوات العراقيين كلهم إبداع وكلهم ابتكارات، اليوم الشيء جاي يقدموه مو قليل ولا هين. احنا اليوم نريد نستفاد من هاي القدرات، نريد نطورهم بعد، نريد ندعمهم. منتدى الرعاية العلمية في البصرة تبنى المواهب الشبابية الواعدة، مؤكدا على رعايتها وصقلها للمزيد من الإبداع والابتكارات، والتي تساهم في خدمة البلد مستقبلا. المبتكرين للشباب البصري، يحتضن منتدى الرعاية العلمية في البصرة هذه الثلة من الشباب المبتكر للطائرات المسيرة. دعم هذه الثلة الشبابية من خلال إقامة الدورات والورشات الخاصة بهذا المجال لقرض تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم العلمية خدمة للعراق. بصرة أرس يعني مختصر لريموت كنترول، يعني أي شيء ممكن التحكم به عن طريق ريموت كنترول، من طيارة، من زورق، من سيارة، طبعا هي كلها احترافية. طبعا المدى مالتها ما يتجاوز 300 متر، وهي يعني مجرد هواية لأغراض سلمية لا أكثر. اليوم الشباب متجمعين من مختلف المحافظات وخصوصا المحافظات الجنوبية، اجوا لدعمنا بهذا التجمع. نتمنى أن الدولة توفر لنا المكان المناسب لمزاولة هذه الهواية، توفر لنا التصاريح الأمنية حتى ما نتعرض لأي إشكال من نمارس هذه الهواية. من خمسينيات القرن الماضي اكتشفت هذه الهواية ودخلت العراق مطلع الثمانينات، وغابت لفترات من الزمن وعادت مطلع الألفية الجديدة. هواتها اليوم يطالبون الجهات الحكومية بتوفير المضمار الخاص لهذه الرياضة بعد أن شكلت المحافظات عدة فرق في هذه الرياضة. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة.